وان مور جيمز. اوي بيجي تو فيجي يا باقي اف هدف وتسويبه كانت من مسافه قريبه صعبه جدا لحارس المرمى. اذا نعود للمباراه مشاهدينا الكرام والنتيجه الان هدفين مقابل لا شيء. تمركز الجيد ساعد في قطع الكره. هيكتور بيلارين أداما لوكا مودريتش رايت فرصة كبيرة للتسجيل كريستيان بوليسيتش Cuba Criolla, pemain Italia. يفتك الكرة بدون اخطاء فيدريكو حكم يشيل استمرار اللاعب مع تشيلسي. حكم يحتسب خطا على اللاعب ويكتفي في هذه المرة بالانذار الشفوي. رايت حقيقة انهاء سيء للغاية. كان يستطيع ان يضع الكرة في الشباك بدلا من وضع الكرة في يد حارس المرمى. من مثل هذه المسافة يجب ان تكون الكرة في المرمى. رايت مستحيل تقريبا. محاولوا تسديده فيها قوة كبيرة لكن لا يوجد فيها الدقة المطلوبة وبالتالي الكرة بعيدة عن المرمى. تغيير الوضع الآن بدأ الفريق يستحوذ على الكرة واصبح هو المسيطر. فرصة لوضع الكرة في الشباك. تصويبة غير دقيقة. الكرة تخطئ الشباك. فيدريكو رايت. المباراة تدخل الآن في الثلث ساعة الأخير. انسجام كبير بكرة خطيرة. ضاعت الكرة. كريستيان بوليسيتش. ربع ساعة الأخيرة في هذه المباراة. رايت. بيرسل الكرة على الجناح. تدخل وابتكاك في منطقة الجزاء. رايت. شاهد الهدف من زاوية أخرى. تشيلسي يجري تغييرا في هذه اللحظات. كريستيان بوليسيتش لوكا مودريتش أداما وفرصة هدف الآن. يا لهيب يا لوكا. الكرة من
يضرب